علينا يا اخ تفضل. اي والله الله يزيد فضلك ان شاء الله. مر شو بتريد؟ الله لا يأمر عليك ظالم، مع انه يا سيدي يعني انا المظلوم، هذا في واحد لنا صاحب نحن وصديق بالحاره يعني ظلمنا، وانت ما بتقبل الظلم لحدا يا سيدي. ادخل بالموضوع مباشره. محسوبك ابو صبحي، من خيرة معلمين الموزايك بالشام كلها، وما تواخذنا يا سيادة العميد انه انا جيتك وايدي فاضين، بس الله وكيلك موجوع والموجوع ما بينتبه على الواجب. ملاحظ انك عم تضيع الوقت، قلنا لك فوت بالموضوع مباشرة. من عيوني. هذا يا سيدي في الرائد هاشم، يا رب سامحني يا رب سامحني، عم يتهمني زورا وبهتانا. قال شو؟ قال انا حرقت له مستودعه للمعلم مختار، وهذا جاري وصديق عمري. يعني هلأ حضرتك بدك تشتكي بشكل رسمي على ضابط بيشتغل عندي؟ لا، شو اشتكي ما اشتكي، لا سيدي يعني هاي انتو مثل ما بتقولوها يعني انه حطك بالصورة. ايه حطك بالصورة وعدم المؤاخذة يعني انتو سمعتكم مثل المسك، وما بتقبلوا الضيم لحدا. خلص ولا يهمك، انا بحكي مع الرائد هاشم وبشوف شو الموضوع. سيدي أرجوك يعني بلا ما يعرف الرائد هاشم أنه أنا جيت لعندك وحكينا بهي السيرة. خلاص قلنا لك الموضوع صار عندي، لا تشيل هم، تفضل أنت. حاضر سيدي، الله يخلينا إياك، الله يعطيكم العافية ويديمكم زخر لهالبلد. مع السلامة. الله معك. بتحبني مختار وراح تضل تحبني، ما بعرف ليش حاسستك ما راح تكون إلي. كل يوم بحس إنك عم تبعد عني أكتر، لك أهلا وسهلا بالمعلم، لك على رأسي والله. عليم المعلم، شرف شرف. جيب كرسي. خير معلم، ليش مالك على بعضك؟ بدي أصلي بعرفك يا جلال. أوه كثير يا معلم كثير. وعم تضحك علي. انا بدي اضحك عليك؟ ما عاش اللي بدي اضحك عليك معلم. لا مبلا عاش وليكو قدامي. معلم والله لبكتني، يعني قلي انا بشو غلطت مشان بوس راسك؟ فشرت عم تشتغل جواد يا جلال، وانا عامله صاحبي بروح بجي لعندك وموصل بلديه ما حدا يحكي معك، وانت عم تشتغل جواد ولك. أعوذ بالله يا معلم، أنا بدي أشتغل. شو هالحكي هذا؟ أعوذ بالله. هلا ما راح أحكي معك، بس بكرة بدي أشوفك. يلا